كلامكم في الفيديو هذا ونشوفه كيفاش غندير داك الشيء هذاك البريج في الترانسلاسيون ديال سميتو ديال السيرفر. يعني غندير واحد لامبريموت ومعاه سميتو نبداو بالنوبل الاولى. النوبل الاولى جات لك هنا اولا انقر انقر بزر الفأرة على اليمين على هذه الايقونة ما نيتورك بليس بليسز راك ولا ثاني اختر خيار استكشاف الشبكة من هذا الخيار ديال اكسبلور ثانيا اضغط بالفأرة على هذا الخيار لبدء في عمل الشبكة المحلية. هاي سيت اب هوم اور اوفيس نتورك هيلب يو سيت اب موديفاي نتورك سو ذات يو كان تشين. اضغط بالفأرة على هذا الخيار لعمل الشبكة. هذا راه ريزو دوميستيك شتا واحد بلا تبون هاي هنايا قالك اضغط اضغط على التالي نيكست ويلكم تو ذا نيتورك سيت اب بروسيس. هنا قال لك نيتورك سيت اب ويزار ريدي تو ابلي نيتورك سيتن. هنا اضغط على التالي نيكست هاك هنايا انتظر لعدة دقائق حين فروع الهجاز من إعداد الشبكة حسب الإعداد السابقة. نيتورك سيت اب ويزارد بليز هما كاتبين لك هنا فيو ميزات تسنى تمنية هنا كاتبين لك هنا كريات نوت سيت اب ديسك هنا جست فينيز ويزارد اون نيت ران تو ويزارد. اضغط على هنا لانهاء الاعدادات. هنا هنا تيغني هنا اذا رغبت بعدم تكرار الخطوات السابقه في باقي الاجهزه اضغط هنا انسخ ملفات في قص ثم ادخل في جهاز اخر. هنا الذي تريد عمل نفس الاعداد عليه اختار سيت اب هذا هو جدي هذه اضغط هنا الاعدادات هنا كومبليت تو نيتورك سيت اب كومبليت دي نيتورك سيت اب ويزارد فينيش. هاي السلام عليكم ورحمة الله. هنا أعد التشغيل System certain changes you must restart your computer before the new do you want to restart your computer how أدير yes أعد التشغيل ماشي هنايا الشكل النهائي للشبكة هاهو تخرجلك بحال هدا الشكل النهائي بعد إعادة التشغيل تظهر لك الأجهزة المتسقة فقط. شوف
you all computer that are in the same mirror. نعطيك اختيارات هنا صورة كليك على هاد الطبيعة هلاك ود الشارين لعمل المشاركة الطبيعة مربوطة بشكل مباشر بجهاز بحيث تستطيع الوصول لها أي مستخدم من الشبكة. بالتالي مخرج فأرح على أيقونة الطبيعة ثم اختار هذا الخيار وخيار مشاركة الطبيعة. ها هو شارين هنايا هاي هذا هو شكل الطابعة النهائي بعد إتمام عملية فقط. قم بإنشاء مجلد جديد ثم بذل الفأرة اليمين اختار خيار مشاركة والأمام هذا شهر انسكريت ملف مشاركة جديد 15. هنا يعطيك خيارات هنا يعطيك هنا حدد هذا الخيار بالكامل ثم سمي مشاركة باسم تختار يظهر في جوار الشبكة لدى الجميع. هاو شير قول أمام المتابع وهذا اون نوتيوب. هذا الخيار سيسمح للجميع برؤية ملفات المشاركة. انقر على موافق هذا وهذا 15 هنا 15 هنايا حدد كارت الشبكة التي تريد ان يوصل بالشبكة في حال وجد اكثر من كارت على نفس الجهاز اختار هذه العلامة ثم اضغط على التالي هاي هذه نيكست. هنايا كاتب ديس كمبيوتر اختر هذا الخيار استعدادا لأخذ الانترنت. من سيوفر الانترنت المربوط في الشبكة يكسب كمبيوتر يكتب وصف خاص بالجهاز مثلا جهاز مدير إذا يكتب اسم الكمبيوتر هنا مثلا نمسي هون هنا نخدي الكمبيوتر ديالك هم اكتب اسم الشبكة التي تريد ان يظهر على الجميع هاي نقول امسي هم هنايا في حال رغبت في السماح لعمل ملفات مشاركة اختر هذا الخيار تورن اي اضغط هنا عند الانتهاء اضغط على التالي انقر على نعم ملف مشاركة للجميع
عملت مشاركة بجميع الشكل مجلد المشاركة وقد أظهرت أسفله من صور اليد أغديت 25 24 اضغط على التالي لكي يتم الكشف على وجود طبيعة جديدة هي نيكست 25 نصوات تنزل أفضل أتشف المضبط اختار هذا الخيار ليتم البحث في وسط الشبكة عن أماكن الطبيعة الجديدة على الشبكة والتي سبق ولها أن تم تثبيت عمل مشاركة اضغط على التالي أنت دابا تات هنايا اختار هذا الخيار التالي انتظر قليلا حين أنظر أجهزة الشبكة تبدأ في الدوام سيرفر هنا براوس دوت بانتر أدي الجهاز يسير تربط جهازك بطابعه ثم انقل باسم الجهاز انقل موز دولة فقط ثم اختر الطابع المناسب ثم التالي نيكست ثم اختر الطابع الان ثم التالي هاي اختر الطابع الامبريموت ورق لا نيكست قال لك ديال التسمية ديالو اختر نعم لتجعلها طابع الافتراضي التي تعمل فوق طابع امر التابعة نيكست as this painter the painter as the tissue painter اختار نعم لتجعلها الطابع التي تعمله فور اعطائها امر الطباعة اعطاء امر الطباعة 30 نضغط على زر اضافة الطابع update painter ثم هنا اضغط هنا share this painting اضغط هنا ثم اكتب اسم وهذا المشاركة والذي سيظهر لدى المستخدم من جوال الشبكة ثم موافق هنا حيت انا قريت على ديك بقيت نقول له كان هاد البيسي كاش بقيت واش قلنا هادشي ديال الكابلاج ولا شنو كان هاد اكس بي هنا غدير اضغط على هذا يبدا ثم اكسر الطابعات هنايا غتورك على الثانية غتورك على النقطة الأولى اولا هاي ستار حتى
ثانيا طيب ادي فاكس شفتها اولا وثانيا واخيرا فينيش هنا راك ساليتي كنتمنى بان الناس يفهموا هذا الدرس يعني اللي كنديرها في السيفر والسلام عليكم ورحمة الله